يقول: اعتكفت في مسجد الحرام في أسفل المسجد، هل للخروج من المعتكف إلى أداء الصلاة في ساحة الحرم؟ ما وجدت مكان إلا هذا المكان، ادخل في المسجد، خليك في المسجد وفي مكان تصلي مع الناس، ولا تحتاج إلى الانتقال من مكانك لأجل الصلاة، المسجد واسع ولله الحمد ما فيه ضيق.